وفي هذه اللحظات الحفل الكريم تمت انطلاقة الشوط الأول الرئيسي لفئة الجذاع من مسافة 3 كيلومترات لسباق الأصايل الأسبوع في أول المراكز. هذا ظبيان لسيد خالد المري مع ظبيان في أول المراكز، الثاني المراكز هذا شاهين لسيد سالم بن حمد اللي تهم مع شاهين في ثاني المراكز، ثالث المراكز واصل الشهم لسيد سعيد بن محمد بن قحيز المري مع الشهم في هذه اللحظات في ثالث المراكز، الرابع المراكز هذا براق لسيد علي المري مع براق في هذه اللحظات في رابع المراكز، خامس المراكز في خامس المراكز في هذه اللحظات. هذه الحفل الكريم هذا شاهين لسيد سعد بن عجيان من واقع الشعار، هذا شاهين اول فارس لسيد سعد بن عجيان بن عجيم المري في هذه اللحظات في الثلاثة مباشرة الى ثالث المراكز. اول المراكز ما زال حتى هذه اللحظات ظبيان لسيد خالد المري في اول المراكز مع ظبيان، اما اللي في ثاني المراكز اللي في اول المراكز هذا شاهين لسيد سالم بن حمد الاتم مع شاهين في اول المراكز، ثاني المراكز هذا الفارس في ثاني المراكز هذا مستحيل تعود بكيت مستحيل لسيد سعد بن عجيان بن عجيم المري مع مستحيل في ثاني المراكز، ثالث المراكز هذا براق لسيد علي المري في ثالث المراكز في هذه اللحظات، رابع المراكز واصل الشهم لسيد سعيد بن محمد بن قحيز المري مع الشهم في رابع المراكز، خامس المراكز واصل شاهين لسيد حمد بن صالح القرحب واصل في هذه اللحظات كما تشاهدون على شاشة التلفزيون. اما اللي في اول المراكز ما زال حتى هذه اللحظه شاهين لسيد سالم بن حمد الاتم في اول المراكز، وصل علي المري، وصل براق لسيد علي المري، وصل المزعج في هذه اللحظة في ثاني المراكز، ثالث المراكز مستحيل لسيد سعد بن عجيان بن عجيم المري في ثالث المراكز، رابع المراكز الشهم لسيد سعيد بن محمد بن قحيز المري في هذه اللحظات في رابع المراكز، خامس المراكز هذا شاهين لسيد محمد بن صالح لسيد حمد بن صالح بن جرحب في هذه اللحظات، هذا شعار شخصية واصل بكل قوة في رابع المراكز في هذه اللحظات، ولكن شاهين لسيد سالم بن حمد الأتم في أول المراكز من العمق استلل الشهم لسيد سعيد بن حمد بن قحيز المري من الجانب الأيمن، هذا شاهين لسيد صالح بن حمد الجرحب استلل وانتزع المركز الأول في هذه اللحظات، ثاني المراكز الشهم لسيد سعيد بن محمد بن قحيز المري، ثالث المراكز شاهين لسيد سالم بن حمد الاتم، ولكن ولعتها مبكرا يا بن جرحب، هذا اللي في اول المراكز، هذا هي الحفل الكريم شاهين لسيد حمد بن صالح بن جرحب، ولكن سعيد بن محمد بن قحيز المري سلل الشهم وانتزع المركز الاول، هذا هو سعيد في الرياده والموقع الاول، نقول تهانينا والناموس لسيد سعيد بن محمد بن قحيز المري على فوز الشهم بالمركز الاول، تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الاداء المميز، ثاني المراكز وصل اي الحفل الكريم مشتاق لسيد محمد بن صالح البديوي، ثالث المراكز وصل شاهين لسيد حمد بن صالح الجرحى بالمري، تهانينا والناموس للاخوه الفائزين.